السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في الحلقة الأولى بالشكل الجديد من برنامج رجال العواصف من مركز العاصفة. برنامجنا سيهتم بتغطية وتصوير وتوقع أحداث الطقس في الدولة وفي الشرق الأوسط. هذا البرنامج يقوم على سواعد رجال العواصف اللي بيخاطروا بحياتهم من أجل نقل أجمل الصور والفيديوهات واللحظات لعشاق الطقس في كل مكان. يا دار خليتك مع الماضياتي ما بيك. وبما أننا في الحلقة الأولى فسوف نعرض شيء حصري واستثنائي. هذا الشيء هو اكتساء جبال الإمارات باللون الأبيض من البرد. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. والله العظيم اكتساء جبال الإمارات باللون الأبيض من البرد، وهذا الدليل. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطى ديرها السحرية جاءت لك الأبيات يا مغنيها. هذه الحالة الاستثنائية كانت كل المواقع العالمية المتخصصة في الطقس كانت تشير إلى تأثر الدولة بحالة جوية في يوم 17 و18 من شهر فبراير. بدأت الحالة الجوية بهطول الأمطار في الشارقة وعجمان، ومن ثم انتقلت هذه الحالة إلى المناطق الشرقية الجبلية في الدولة. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. غيم وسعة بال ومطر يلغاني، ولا طار غيرك أبد في بالي، شوقك هنا يشوقك تحتاني، نفسي لاجل وصلك هنا غالي. ثم تحرك رجال العواصف وكانت هناك المفاجأة. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. هب البراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك. هنا اكتست جبال الإمارات بالبياض في مشهد نادر لا يتكرر كثيرا، حتى ان الرجال الكبار في العمر اخبرونا ان هذا المشهد حدث في ثمانيات القرن الماضي اكثر من 30 الى 40 عام. صب المحبة نشرب من دلالك، خلى الكلام ما شاء الله. وادي الجور يا الربع الحين، ها شوفوا شوفوا البرد كيف. بنت وصنبة في
لا يا لذة السكر ما شاء الله تبارك الرحمن انا بحك بتنفس مجال النك كمل وعيونك الياس الهامة دباحة مرتاحة وما كنها مرتاحة نظرتها سحرية ولماحة الله يخليها لمن يرجيها بالله عن نعمة والآن مع لقطة اليوم ومشهد ظريف لرجال العواصف وأخيرا وفي مشهد مؤسف جرف الوادي عائلة مكونة من أب وزوجة وأبنائهم الثلاث ولم ينجو للأسف الشديد من هذا الحادث المؤلم إلا الأب نرجو من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أباهم الصبر والسلوان ونرجو من الجميع الدعوة لهم بالمغفرة والرحمة وأخيرا لا تنسوا تتابعونا على خدمات التواصل الاجتماعي الخاصة في مركز العاصفة كتويتر وإنستغرام وتطبيق مركز العاصفة على أندرويد وأبل ننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم للبرنامج وانتظرونا في مفاجآت كبيرة وكثيرة في الحلقات القادمة من برنامج رجال العواصف